خطأ لمصلحة لبنان، متقدم بنقطتين الفترة الرابعة من اللقاء، آخر لقاء في دور الثمانية دور ربع النهائي. روني فهد المتألق حتى الآن، روني فهد المتألق صاحب أكبر نسبة تسجيل حتى الآن في المباراة. بيونغ يون كانغ منتخب كوريا، منتخب لبنان لا زال يلعب. ماتش أب زون يغيرها من زون ليلمان تحت السلة إلى خارج الملعب، تفصل لبنان عن النصف النهائي. لبنان والصين، الفائز يقابل الصين والخاسر إلى المراكز من 5 إلى 8. كيم، تصويبة من كيم، جوسن كيم إلى منتخب لبنان. روني فهد نجم المباراة حتى الآن، روني فهد. مازن من أيمنة شارة إلى روني رومان لمات فريجي، 3 ثواني مات فريجي، تصويبة ونقطتين. بدأ يشتغل مات فريجي، ونقطتين للبنان عن طريق مات فريجي. 6 نقاط، 7 دقائق وقت متبقي ما بين يونغ جين ها. ضاعت من يونغ جين ها، لعبة سهلة. يونغ جين ها أطول لاعب في منتخب كوريا، أضاع كرة سهلة. رمان لمازن، روني فهد، تصويبة من روني فهد اليوم يوم روني فهد بالنسبة لمنتخب لبنان. 57 لبنان، 49 كوريا، والهجمة مع المنتخب الكوري. هي جونغ منتخب كوريا مقابل 4 ثلاثيات منتخب لبنان، أيضا ضاعت من المنتخب الكوري. المطلوب الآن استغلال منتخب لبنان، الآن ادخال مع مازن لمات فريجي، وبدأ الفريق الكوري يطبق الدفاع الضاغط بحيث يمنع وصول كرة إلى أي لاعب من منتخب لبنان. ثلاثية ضاعت، ثلاثية لمازن أيضا بالخطأ إلى منتخب كوريا. 3 منتخب كوريا، 3 منتخب لبنان في الدفاع، ودخول والخطأ على أسبتة. تقريبا 15 نقطة في المباراة الواحدة، أضاع الأولى. هناك العرب يسجل يونغ يانغ، خمسين 57، أول نقطة يسجلها المنتخب الكوري عن طريق هي جونغ يانغ في الفترة الرابعة. حوالي 4 دقائق وشوي لم يسجل فيها المنتخب الكوري. جاكسون فرومان تحت السلة، ضاعت الهجمة من منتخب لبنان. منتخب كوريا، سونغ يونغ بانغ، دونغ جين، هذا دونغ جين، دونغ جين يانغ. ثلاثية عن طريق هي جونغ يانغ، ترجع المنتخب الكوري. سونغ يون لكيم، كيم سونغ، سونغ بانغ ل 12، دخول إلى المنتخب الكوري، لا زال يحاول، ضايعة إلى خارج الأندية على وجه مدرب كوريا. 4 دقائق 35 ثانية، تفصل منتخب لبنان عن النصف النهائي، واللعب مع الكبار. روني فهد، مات فريدي طلع ثلاثية، الثانية لمات فريدي لمنتخب لبنان، بطولة أمم آسيا 25. 10 نقاط لمنتخب لبنان، مطلوب المحافظة على الفارق. 60 لبنان 50 كوريا، 4 دقائق 9 ثواني. دونغ جون يانغ
لمنتخب كوريا، لا زال يحاول. شيك يون او تحت السلة، شيك يون او ترجع لمنتخب لبنان، وهذا بشارة روني فهد، النجم روني فهد، النجم الأول اليوم في اللقاء روني فهد. ماتس فريجي، روني فهد، برايان، شارة لروني فهد، باص بالخطأ ترجع لبرايان، في خطأ ضاعت، والمنتخب ضاعت الثانية أيضا، ضاعت كل شيء، لكن الترجمة في الملعب من مهام عمل اللاعبين. 3 دقائق و31 ثانية تفصل لبنان عن النصف النهائي والفرصة للعودة إلى كأس العالم. هي جونغ يان لمنتخب كوريا، ومنتخب لبنان لا زال يلعب بدفاع رجل لرجل الآن. كيم جون كيم ضاعت، وهذا جين عبد النور، مات فريجي، مطلوب المحافظة على الفارق الآن، وال24 ثانية الاستفادة من الوقت. مات فريجي 8 ثواني لمات فريجي، معاه اللاعب الكوري 13 تحت السلة، في خطأ ونقطتين، خطأ نقطتين كل مباراة، وهذا مات فريجي ضاعت، ترجع لمنتخب لبنان، لكن يستحوذ عليها اللاعب الكوري. هذا 7 دونك يونغ يان، محاولة الآن المنتخب الكوري للتسجيل من خارج القوس. ثلاثية، ثلاثية، أول ثلاثية في الفترة الرابعة ناجحة للاعب الكوري رقم 6 يونغ يون كانغ. وشوف الدفاع فادي الخطيب، هذا جاكسون فرومان، خطأ هنا حتى الآن، وضع قدم في النصف النهائي، والهجمة لمصلحة منتخب كوريا رقم 6. متابعة روني فهد، روني فهد، شوف أكثر من لاعب كوري على روني فهد، باص بالخطأ من روني فهد للاعب الكوري. 7 ثلاثية، محاولة من منتخب لبنان لمنع الثلاثيات، أيضا ثلاثية ناجحة لبيونغ يون كانغ، خلص الفارق إلى 6 نقاط. آخر دقيقتين باللقاء، روني فهد إلى خارج الملعب الأرض، والإثارة الآن 1:50 جونغ سوكلي إلى خارج الملعب، لمفكوريا راح يعتمد على التصويب من خارج القوس. جونغ سوكلي لكيم، سوكلي إلى كيم، محاولة الآن للتصويب من خارج القوس، ومطلوب من منتخب لبنان. كيم ثلاثية أيضا، كيم 3 نقاط، 3 ثلاثيات من 3 نقاط يسجلها منتخب كوريا، وهذا خطأ على أخطاء. الآن التشجيع لمنتخب كوريا، سجل الثانية روني فهد. ثلاثة وستين 59، محاولة نقطتين، نقطتين ل13 يون أو، والفارق نقطتين. فادي الخطيب صاحب الخبرة الآن، الخبرة مطلوبة من فادي الخطيب، ترجع لفادي الخطيب. مات فريجي، فادي الخطيب راح يلعب في الوقت المتبقي الآن، نقطتين متقدم منتخب لبنان، 7 ثواني على ال24. فادي الخطيب لعلي كنعان، علي كنعان يتصدى ثلاثيتين في وقت، منتخب لبنان محتاج لنا. حسب القانون بعد الوقت المستقطع ادخال كرة من منتصف الملعب، المنتخب الكوري 50 ثانية لجوسين كيم، ضاعت الثلاثية وترجع المنتخب الكوري. 6 بيونغ يون كانغ، ثلاثية لمنتخب كوريا أيضا، ثلاثية، محاولة لوقف الثلاثيات، وهذا اللاعب رقم 5، شوف شوف بإمكانه يسجل من تحت السلة، لكن الثلاثيات يلعب على الثلاثيات منتخب كوريا. هذا 7 دونغ يون، ثلاثية، هذا ثلاثية دونغ يون يان، والفارق نقطة، والمتبقي 16 ثانية هي الأخيرة في اللقاء. فادي الخطيب يسجل الأولى، فادي الخطيب نقطة إضافية، نتمنى أن يحسبها منتخب لبنان أيضا.
ايضا سجل الثانيه فهد الخطيب. مطلوب الان خطا، مطلوب الان خطا من جانب احد لاعبي لبنان قبل ما يكون هناك. شوف هذا تكامعين الجمهور، سجل الاولى، هل يسجلها ام يضيعها؟ ضاعت لعلي كنعان. فادي الخطيب، فادي الخطيب خطا سوء لمصلحه منتخب لبنان. فادي الخطيب يسجل في الوقت اللي يكون فيه فادي الخطيب، هو هذا فادي الخطيب لمنتخب لبنان. ضاعت الثانيه لكن الكره ايضا لمصلحه كوريا. تحت السله علي كنعان يلعب بالست ثواني، علي كنعان وفادي الخطيب.